وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. بداية وبعد التحية، يعني على ما تدل هذه الاستجابة العاجلة من قبل مؤسسات الدولة لمناشدة نقابة المهن التمثيلية بشأن وضع ضوابط للقيمة المالية لتصوير الأعمال الفنية أو الإعلانية أو التجارية بالقاهرة؟ نعم سيد نادر، هل تسمعني؟ سيد نادر حضرتك يا فندم اتفضلي. نعم، يعني كنت أسألك عن على ما تدل هذه الاستجابة العاجلة من قبل مؤسسات الدولة لمناشدة نقابة المهن التمثيلية بشأن وضع ضوابط للقيمة المالية لتصوير الأعمال الفنية كانت أو التجارية أو الإعلانية بالقاهرة. يعني دي استجابة سريعة من كافة مؤسسات الدولة، سواء على المستوى التشريعي اللي هم ممثلين المواطنين من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سيادة النائبة سهى سعيد وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، أو ممثل لجنة الإعلام بمجلس النواب نادر مصطفى، أو الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. احنا اجتمعنا اليوم وعرضنا الأمر على محافظ القاهرة، وكان في بصراحة استجابة من اللواء خالد عبد العال، يعني قمة التعاون، قمة السرعة في الاستجابة للتواصل المجتمعي، الإدراك لقيمة الفن والفنانين والوعي الوطني، وحرص الدولة على مساندة هذه القطاعات، حرص الدولة على إنتاج مواطن يتمتع بالوعي الكافي مادة الدولة والحفاظ عليها. بصراحة اليوم بهذا التضافر للجهود لمختلف أجهزة الدولة، شعرنا أن هناك ترجمة حقيقية بعد أيام قليلة من تصريحات السيد الرئيس اللي أكد فيها على أن الدولة ستقوم بدعم كامل لكل من يساهم في الارتقاء بالوعي والفكر والمثل والقيم التي طالما يعني عرضنا انها بتساند الدوله المصريه. نعم سيد نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شكرا جزيلا لك.